السلام عليكم وأهلا بيكم في فيديو جديد. في شهر أغسطس من سنة 2022 كان في سيدة مسنة واللي كان عمرها 85 سنة، والسيدة دي كانت في زيارة لبنتها، ولأن اليوم كان حر جدا والسيدة المسنة ما كانتش قادرة إنها تقعد جوه بيت بنتها، قررت إنها تطلب من بنتها إنها تاخد لها كرسي وتحطه لها بره في الشارع علشان تقعد بره البيت وتلاقي شوية هوا، والبنت هتكون مطمنة جدا لأنهم كانوا في حي شعبي وكانت الدنيا أمان هناك. ولكنها بعد فترة لما هتطلع علشان تشوف أمها هتكتشف إن أمها ما كانتش موجودة أبدا، ولما هتبدأ تسأل الجيران وكل المارين بالمكان كلهم هيقولوا إن مفيش أي حد لاحظ إن السيدة دي قامت من مكانها أبدا، ولا إنهم شافوها وفي حد بياخدها، ولا إن حد شافها وهي قايمة ماشية من المكان. وبعد ما البنت هتدور كتير جدا على أمها بدون أي جدوى، هتقرر إنها تتصل على إخواتها علشان يشوفوا حل ويشوفوا أمهم راحت فين. أبناء السيدة دي كانوا متوقعين إن الأمر بسيط وإن أمهم هترجع بخير وسلام، وما كانوش يتخيلوا أبدا إن أمهم هتواجه مصير مفيش أي عقل بشري يقدر إن هو يستوعبه. علشان تعرفوا ايه الحكاية تابعوا معايا الفيديو للنهاية. بتدور أحداث حكايتنا في مصر وتحديدا في محافظة الفيوم. هناك كان في سيدة اسمها خضرة محمود أحمد الصواف واللي كان عمرها 85 سنة، والحاجة خضرة كان بيشهد ليها بأنها ست طيبة جدا وخيرة، وكل الناس كانت بتذكرها بكل الخير ومفيش أي حد شاف منها أي شيء سيء. والحاجة خضرة كانت سيدة متمسكة بأنها تكسب لقمتها بعرق جبينها، وده برغم من أن سنها كان 85 سنة. كانت بتعمل في البيع والشراء وكانت بتبيع الزبدة ومنتجات الألبان، وخاصة إنها كانت قاعدة في منطقة ريفية وكانت بتقدر إنها تتحصل على المنتجات دي بكل سهولة. وبعد فترة اكتسبت ثقة واسعة جدا بين السكان في المنطقة واللي كانوا بيروحوا علشان يشتروا منها المنتجات اللي هي كانت بتبيعها. زوج الحاجة خضرة اتوفى وساب لها 6 أطفال، واشتغلت وتعبت وربتهم أحسن تربية، وأبناء الحاجة خضرة كانوا بيحبوها جدا وكان عندهم استعداد دائم بأن هما يردوا لها الجميل في أنها تعبت وشقيت عليهم. أكبر أبناء الحاجة خضرة كان اسمه سيد، وهو اللي كان متكفل بأمه، وتقدروا تقولوا أنها كانت مقيمة عنده إقامة أساسية، ولما بس كان يحس أن أمه ملت من قعدة البيت ومن الروتين اليومي كان بيسمح ليها انها تروح لأي حد من اخواته تقعد عندهم شوية تغير جو وبعدين ترجع لبيتها الاساسي مرة تانية واللي بيكون بيت ابنها الكبير سيد. وزي ما قلتلكم في البداية ان الحاجة خضرة كانت في زيارة لبيت بنتها، ولان اليوم كان يوم صيفي وحار جدا طلبت الحاجة خضرة من بنتها انها تحط لها كرسي بره باب البيت علشان تقعد وتشم الهوا هناك. ولما البنت خرجت اكتشفت ان امها مش موجودة، لما اتصلت باخواتها وابتدوا ان هم يدوروا عليها في كل مكان ما كانوش قادرين يعرفوا مكانها ولا يعرفوا هي راحت فين. ولما اولادها دوروا عليها في كل مكان وسالوا كل الجيران وكل المحيطين وكل القرايب والمعارف، قرروا في النهايه ان هم يروحوا لمركز الشرطه ويقدموا بلاغ بان امهم مفقوده. الحاجه خضره كانت صحتها بسم الله ما شاء الله كويسه جدا وما كانتش بتعاني من اي شيء، كانت بتقدر انها تمشي لوحدها وتروح وتيجي، وما كانش في اي قلق من انها ممكن تكون قامت وتاهت في الطريق مثلا. افراد الشرطه لما سمعوا من اولادها بان امها مختفيه قالوا لهم ان هم يدوروا كويس عند اخواتها او قرايبها او الجيران، يمكن تكون راحت عند اي حد فيهم. واولادها في الوقت ده قالوا لافراد الشرطه ان هم دوروا عليها في كل مكان محتمل انها تكون راحت ليه بدون اي جدوى. في الوقت ده افترض افراد الشرطه ان وارد انها تكون كانت رايحه في اتجاه اي مكان، ولانها سيده عمرها 85 سنه وارد انها تكون وقعت او تعبت باي شكل من الاشكال، وان بعض الجيران والمحيطين في المنطقه نقلوها للمستشفى، وعلشان كده كانوا لازم ان هم يدوروا في كل المستشفيات علشان يتاكدوا ان كانت موجوده هناك ولا لا. وبعد ما دوروا في كل المستشفيات المحتمله انها تكون راحت ليها في حال انها تكون تعبت وتم نقلها للمستشفى ما لقوش ليها اي اثر، وعلشان كده افراد الشرطه كانوا لازم ينتقلوا للمكان اللي كانت فيه الحاجه خضرة قاعده وبعد كده اتفقدت.
علشان يدوروا في المكان هناك ويحققوا مع بعض الأشخاص اللي ممكن يوصلوا منهم لأي معلومة توصلهم بمكانها. وبالفعل هيروح بعض من أفراد الشرطة للمنطقة اللي عايش فيها بنت الحاجة خضرة، وهيبتدوا ان هم يحققوا مع كل الجيران في المنطقة ويعرفوا من كل واحد فيهم امتى شاف الحاجة خضرة آخر مرة، وكل واحد فيهم كان بيقول وقت وميعاد، وأفراد الشرطة ما كانوش قادرين يوصلوا من أقوالهم لأي شيء يوصلهم بمكان الحاجة خضرة. وهيمر يومين كاملين والحاجة خضرة مفيش ليها أي أثر، وأفراد الشرطة مش قادرين يعرفوا هي راحت فين، لحد ما هيكتشف واحد من أفراد الشرطة إن في كاميرا مراقبة في محل للأخشاب واللي كانت موجودة ومتوجهة للشارع اللي كانت قاعدة فيه الحاجة خضرة. ولما حاولوا يتواصلوا مع صاحب المحل اكتشفوا إن هو مسافر، وعلشان كده قرروا ان هم يتصلوا بيه ويطلبوا منه ان هو يرجع فورا علشان يديهم تفريغ لكاميرات المراقبة علشان يقدروا يعرفوا الحاجة خضرة اتحركت فين وراحت مع مين. وبالفعل صاحب المحل هيجيلهم في تاني يوم، بمعنى ان بعد اختفاء الحاجة خضرة بتلات ايام هيروح لأفراد الشرطة وهيديهم تفريغ لكاميرات المراقبة. وفي نفس التوقيت اللي أفراد الشرطة أخدوا تفريغ كاميرات المراقبة لمحل الأخشاب، ورد ليهم بلاغ بأن في بعض الأشخاص لقوا الشوال واللي كان مرمي في مكب النفايات أعزكم الله، وأن الشوال ده لما فتحوه اكتشفوا أن جواه جسد بشري، وأن الجسد ده كان بيعود لسيدة مسنة. الأوصاف للجسد البشري اللي تم العثور عليه كانت بتتطابق كلها مع الحاجة خضرة، ولكن افراد الشرطه ما حبوش ان هم يسبقوا الاحداث. طلبوا من اولاد الحاجه خضره ان هم يروحوا للمستشفى علشان يتعرفوا على الجسد ده ويقولوا لهم هل هو بيعود لامهم ولا لا. وراح اولاد الحاجه خضره كاملين علشان يتعرفوا على الجسد ده ويتاكدوا هل هو لامهم ولا لا. وبالفعل اكدوا لافراد الشرطه ان الجسد ده بيعود لامهم، وان السيده اللي لقوها في مكب النفايات كانت الحاجه خضره. طبعا مش محتاجة ان انا اشرح لكم قد ايه حالة الانهيار اللي دخل فيها اولاد الحاجة خضرة بعد المشهد اللي شافوا فيه امهم وبعد معرفتهم لمصير امهم الاخير. اما بالنسبة لافراد الشرطة فالتحقيق اختلف كليا معاهم. هم في البداية كانوا بيدوروا على الحاجة خضرة بما انها مفقودة، ولكن في الوقت الحالي هم بيدوروا في جريمة قتل، وفي شخص انهى حياتها وراح حطها في مكب النفايات. لازم افراد الشرطة يوصلوا للشخص ده ويعرفوا ايه السبب اللي خلاه عمل فيها كل ده. وطبعا افراد الشرطه كان عندهم حماس غير عادي في ان هم يشوفوا تفريغ كاميرات المراقبه، لان كاميرات المراقبه دي هي اللي هتعرفهم ايه اللي حصل بالظبط وايه اللحظات الاخيره اللي مرت على الحاجه خضره. افراد الشرطه لما هيبتدوا يشوفوا تفريغ كاميرات المراقبه وتحديدا في الوقت اللي كانت اتفقدت فيه الحاجه خضره، هيكتشفوا ان الشخص اللي عمل فيها كل ده مفيش اي حد كان يقدر ان هو يتوقعه، واللي هيخلي كل الناس اللي كانت موجودة في المنطقة مصدومين حرفيا. كاميرات المراقبة مش بس هتوثق اللحظات الأخيرة اللي ظهرت فيها الحاجة خضرة، بل إنها هتوثق الطريقة اللي تخلص بيها الأشخاص اللي أنهوا حياة الحاجة خضرة، وإزاي وصلوا بيها لحد مكب النفايات.
زي ما ظهر قدامكم في خلال الفيديو ان الحاجة خضرة دخلت للبيت المقابل لبيت بنتها، بمعنى انها راحت لبيت الجيران، وبعد كده كان في حركة غريبة منهم، وبعدها خرج اتنين من البيت اللي كانت فيه الحاجة خضرة، كانوا شايلين في ايدهم شوال حطوه جوه التوك توك، وبعد كده اخدوه ومشيوا. كل شيء كان واضح ومش محتاج اي تفسير، وفورا راح افراد الشرطة لبيت الجيران خبطوا عليهم وابتدوا ان هم يواجهوهم بان هم متهمين بانهاء حياة الحاجة خضرة. طبعا بمجرد ما تواجهوا بالموضوع انكروا تماما، وكانوا بيقولوا لافراد الشرطة ان هم غلطانين، ولكن لما افراد الشرطة واجهوهم بكاميرات المراقبة وباللقطات اللي اتلقطت ليهم وكل شيء هم عملوه انهاروا تماما، وابتدوا ان هم يدوا لافراد الشرطة اعترافات تفصيلية بكل شيء هم عملوه في الحاجة خضرة. بيت الجيران ده كان عايش فيه سيدة واللي كان عندها ولدين وبنت، واحب اقول لكم ان الاربع اشخاص دول كانوا مشاركين في الجريمة ولكن بتفاوت. الام راحت للحاجة خضرة وابتدت انها تتكلم معاها وتطلب منها انها تروح علشان تزورها في بيتها وتعزمها على كوباية شاي، وابتدت انها تلح عليها وتقول لها تعالي اقعدي عندي جوه في الهواء، الجو هنا حر عليكي، الافضل ان احنا نروح نقعد جوه عندي في البيت ونتبادل اطراف الحديث مع بعض، انا كل مرة بشوفك وانتي بتزوري بنتك وببقى عايز ان انا اقعد اتكلم معاكي، ولكنك بتمشي على طول وما بترديش تيجي تقعدي عندي في البيت، انتي لازم المرة دي تيجي وتدخلي عندي ونشرب كوبايتين شاي مع بعض ونقعد نتكلم شوية. الحاجة خضرة رفضت عرضها بمنتهى الذوق وقالت لها انها قاعدة مرتاحة في مكانها وان هما ممكن يشربوا كوبايتين الشاي دول وهم قاعدين في الشارع، ولكن الجارة اصرت بان الحاجة خضرة تدخل معاها لحد بيتها، وبعد اصرار والحاح كتير جدا من الجارة قررت الحاجة خضرة انها بالفعل تقوم معاها علشان تدخل معاها لحد بيتها وتشرب معاها كوباية شاي هناك. الجارة كان اسمها كريمة جمعة عبد الباقي رشدان، وبنتها كان اسمها دينا محمود لطفي زكي. السيدة كريمة كانت مخططة من الاساس لاستدراج الحاجة خضرة لبيتها، وكانت مكلفة ولدينها بان هما يروحوا للصيدلية ويجيبوا نوع منوم قوي جدا طحنته وحطته لها في كوباية الشاي، وقدمت كوباية الشاي للحاجة خضرة. وفي الوقت ده ولدينها الاتنين سابوا البيت تماما وما كانش موجود جوه البيت غير السيدة كريمة وبنتها دينا، وطبعا الحاجة خضرة بمجرد ما شربت كوباية الشاي فقدت الوعي تماما ووقعت على الارض. وبعد ما اتأكدوا من انها فقدت الوعي تماما ابتدت كريمة هي وبنتها دينا ان هما يخنقوا الحاجة خضرة لحد ما لفظت انفاسها الاخيرة، وبعد ما اتأكدوا من ان حياتها انتهت تماما ابتدوا ان هما يخلعوا من ودنها الحلق والسلسلة اللي كانت في رقبتها، وكان معاها مبلغ مالي بسيط جدا اخدوه منها، وبعدها كانوا مجهزين شوال حطوها جواه، وخرجت دينا بنت كريمة علشان تروح وتوقف توك توك. راحت وقفت توك توك واتكلمت معاه وقالت له ان عندها شوال واللي فيه بعض القمامة اعزكم الله، وانها عايزة تروح علشان ترميه في مكب النفايات، وطلبت منه ان هو يروح معاها لقدام البيت علشان تقدر تنقل الشوال ده هي وامها وبعد كده يطلعوا معاه في التوك توك. وبالفعل سواق التوك توك هيروح معاها لان الموضوع بالنسبة له كان عادي وطبيعي جدا وما كانش في دماغه ولا كان يعرف اي شيء. كريمة ودينا حطوا الشوال تحت رجليهم وداسوا عليه، وطبعا الموقف كان عادي بالنسبة لسائق التوك توك لان هو كان شايف ان ده شوال فيه بعض القمامة وما كانش يعرف ان جواه جسد بشري. هما مش بس انهوا حياة الحاجة خضرة، هما كمان كانوا دايسين عليها برجليهم علشان يقنعوا سائق التوك توك بان الموضوع عادي وطبيعي جدا، وده وان ده اللي بيدل على قد ايه هما اشخاص متجردين من كل معاني الانسانية والرحمة. وصلوا لحد مكب النفايات رموا الشوال هناك ورجعوا في نفس التوك توك لحد بيتهم، ولما الناس كانت بتدور على الحاجة خضرة كانت كريمة وبنتها دينا بيدوروا معاهم، وده علشان ينفوا التهمة عن نفسهم ويكون مالهمش أي دعوة بيها ولا في أي حد يشك فيهم. ولما واجه ليهم أفراد الشرطة السؤال عن إيه الدافع؟ إيه السبب اللي يخليهم يعملوا كل ده في الحاجة خضرة؟ ردت كريمة وبنتها دينا وقالوا إن هما ما كانش معاهم فلوس وكانوا شايفين الحاجة خضرة قاعدة ولابسة ذهب، ومن الواضح كده إن كان معاها فلوس كتير، وعلشان كده قرروا إن هما يستدرجوها لحد بيتهم ينهوا حياتها وياخدوا كل الذهب اللي معاها واللي كان عبارة عن سلسلة وحلق، والموضوع ما كانش كبير زي ما هما متخيلين، حتى الفلوس اللي هما كانوا راسمين عليها كانت فلوس قليلة جدا والموضوع ما كانش مستاهل أبدا إن هما ينهوا حياتها. يعني تقدروا تقولوا ان كل اللي عملوه في الحاجة خضرة والكل اللي سرقوه منها وكل الخطة اللي هم عملوها دي علشان شوية فلوس، الفلوس دي اصلا ما تعيشهمش اسبوعين على بعض. افراد الشرطة اخدوا كريمة وبنتها دينا واولادها الاتنين علشان يمثلوا هم ارتكبوا الجريمة ازاي،
وبالفعل بعد ما مثلوا الجريمة وقالوا كل حاجة حصلت واللي كانت بتتطابق مع المكان اللي لقوا فيه الشوال اللي كانت فيه الحاجة خضرة، اتأكد أفراد الشرطة إن بالفعل هم الأشخاص اللي أنهوا حياة الحاجة خضرة، وإن كل الكلام اللي هم بيقولوه هو الواقع وهو اللي حصل بالظبط. طبعا الاتهام اللي كان موجه في قاعة المحكمة بالقتل مع سبق الإصرار والترصد بدون أي مجال للشك. محاكمة كريمة وأولادها استغرقت 3 جلسات، وفي آخر جلسة تم النطق بالحكم على كريمة بالإعدام شنقا، أما عن بنتها دينا فاتحكم عليها ب15 سنة أشغال شقة، وولدينها الاتنين كل واحد اتحكم عليه بالسجن لمدة 8 سنوات. كريمة جمعة عبد الباقي رشدان، ودنيا محمود لطفي زكي. أولا، بعد اطلاع على المواد 304 فقره 2 و309 و313 و384 فقره 1 من قانون الاجراءات الجنائيه، والمواد 44 مقرر فقره 1 و230 و231 و232 و234 فقره 2 و3 و317 اولا وخامسا، والمواد 22 و95 و111 من قانون الطفل المعدل، حكمت المحكمه حضوريه المتهمتان الاولى والثانيه اولا واجماع اراء اعضاء الدائره بمعاقبه كريمه جمعه عبد الباقي رشدان بالاعدام شنقا والزمتها المصاريف الجنائيه، ثانيا بمعاقبه دينا محمود لطفي زكي بالسجن لمده 15 عاما عما اسند الي من اتهامات، واحالت الدعوه المدنيه المحكمه المدنيه المختصه وابقت الفصل في مصروفاتها. القضيه دي هزت الراي العام في مصر، وكانت ملقبه في الصحافه باسم قضيه رايا وسكينه الفيوم، لأنهم كانوا متابعين نفس أسلوب رايا وسكينة، نفس طريقة الاستدراج، نفس طريقة إنهاء حياة الآخرين على أسباب تافهة جدا، سرقة الذهب والأموال وبعد كده التخلص من الجسد. بل وإن رايا وسكينة الأصليين كانوا بيستخدموا ذكائهم عن كريمة وبنتها أكتر من كده، كانوا بيقدروا إن هم يختاروا ضحايا متأكدين من إن الموضوع يستاهل إن هم ياخدوا اللي وراهم، ولكن كريمة وبنتها استهدفوا الحاجة خضرة وهم معتقدين ان تحت القبة شيخ وان هي معاها اموال كتير جدا وذهب كتير جدا، والحكاية ما كانتش مستاهلة في الاخر. هما بالفعل كانوا ممكن يهربوا بفعلتهم ومفيش اي حد يعرف هم عملوا ايه، وخاصة ان محدش شاف الحاجة خضرة وهي داخلة لحد بيتهم، ولولا كاميرات المراقبة لمحل الاخشاب واللي صورت دخول الحاجة خضرة لبيت كريمة وبنتها، مفيش اي حد كان هيعرف ايه اللي حصل للحاجة خضرة. ومش بعيد ان كريمة وبنتها كانوا قرروا فعلتهم دي مع اشخاص تانيين، وكانوا بقوا حرفيا رايا وسكينة العصر الحديث. او كده نكون وصلنا لنهاية حكايتنا، بشكركم جدا على المشاهدة. لو بتحبوا النوع ده من المحتوى ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد، وتستنوني كل يوم جمعة واثنين وحكاية جديدة. سلام.